يقول السائل: ما هي حدود الملتزم؟ وهل ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ما بين الحجر والباب، هذا الملتزم، ومعناه أنك تقف في هذا المكان وتدعو الله عز وجل، تقف ما بين الركن والباب وتدعو الله بما تريد من أمور دينك ودنياك. نعم.